يتضمن هذا البرنامج تجارب يقوم بها محترفون. هذه الاختبارات خطرة وقد تتطلب استخدام مواد خطرة لا يجب تقليدها تحت أي ظرف. تاليا في البرنامج منظف الأرضيات الآلي. تساعده أجهزة الاستشعار والأشعة تحت الحمراء على تنظيف الأماكن القذرة لكي لا تضطر لفعل ذلك. منظف الأرضيات الآلي بينما يتحرك على الأرض يكنس ويشفط ويغسل ويفرك وحتى يجفف، ثم يعود حين يصطدم بشيء ويفعل كل ذلك بمفرده. ولكن كيف يعرف هذا الآلي اتجاهه؟ إنه يستخدم أجهزة استشعار خاصة ونوعا خاصا من الضوء، وهو الأشعة تحت الحمراء من الضوء غير المرئي، ويستخدم ما لا يمكن رؤيته ليرى. يا للعجب، ولكن كيف؟ لا يتبع المنظف الآلي طريقا محددا مسبقا، ودليله هو الدائرة المطبوعة. تضم هذه الدائرة برنامجا يملي على الآلي كيفية التفاعل مع الإشارات التي يتلقاها. لمعرفة الاتجاه يستخدم المنظف الآلي أجهزة استشعار التصادم وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء. أولاً، أجهزة استشعار التصادم يطلقها ممتص الصدمات. حين يصطدم الآلي بغرض، يتراكم ممتص الصدمات ويضغط على أجهزة الاستشعار، وترسل أجهزة الاستشعار إشارة إلى الدائرة المطبوعة. إذا أطلق جهاز الاستشعار في الوقت نفسه، فهذا يخبر الآلي بأنه اصطدم بشيء أمامه مباشرة. أما إذا أطلق أحد جهازي الاستشعار فقط، فهذا يخبر الآلي بأنه اصطدم بغرض عند الجانب. وإذا أطلق جهاز الاستشعار الواحد تلو الآخر، فيعلم الآلي أنه عالق في زاوية، فيستدير ويغير اتجاهه. هذا مدهش، وهناك المزيد، وهي أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء في الآلي، وهي عبارة عن ضوء غير مرئي يستخدمه الآلي ليرى. فمت جهاز استشعار أشعة تحت الحمراء عند جانبه ليعرف الآلي المسافة التي عليه التنقل بها على طول جدار، وثمت ثلاثة أجهزة في أسفله ليكشف الآلي أي أدراج، وثمت جهاز استشعار داخلي يمنع الآلي من الذهاب إلى أماكن لا يفترض به الذهاب إليها. لفهم كيفية عمله حان الوقت لتفكيكه. يتألف جهاز الاستشعار الجانبي من جهاز استقبال وباعث. يحتوي الباعث على صمام ثنائي يبعث الأشعة تحت الحمراء، وهي عبارة عن ضوء غير مرئي يرتد عن الجدران. وضع الباعث بطريقة تسمح للأشعة تحت الحمراء بضرب الجدران بزاوية معينة. حين يكون الآلي بعيداً عن الجدار مسافة مثالية تبلغ 6 مليمترات، ترتد الأشعة تحت الحمراء مباشرة إلى جهاز الاستقبال. إذا لم تبلغ الأشعة تحت الحمراء جهاز الاستقبال، يكون الآلي قريباً جداً من الجدار أو بعيداً جداً عنه. تحلل الدائرة المطبوعة المعلومات ويعدل الآلي مساره. تعمل أجهزة الاستشعار في الأسفل بالطريقة نفسها لتجنب الأدراج، وتمطر البواعث الأرض بوابل من الأشعة تحت الحمراء. حين يتوقف جهاز الاستقبال عن الاستقبال، فهذا يعني أنه ليس هناك أرضية تحت هذا الجزء من الآلي، ويتوقف بعد مسافة 15 مليمترا. مع كل أجهزة الاستشعار هذه يمكن لهذا الآلي الحصول على معلومات من الجانب والأسفل والأمام، ولكن هذا المستشعر الأمامي يختلف عن أجهزة الاستشعار الأخرى. إنه يحتوي على جهاز استقبال فحسب، والباعث موضوع في وحدة منفصلة تماما. إنها وحدة تبعث أشعة تحت الحمراء باستمرار. تنشئ هذه الأشعة جدارا وهميا، وهو حاجز يجب أن لا يعبره الآلي. حين يبلغ الآلي هذا الحاجز يتراجع. بفضل هذه الوحدة المنفصلة يعرف الآلي المناطق الممنوعة ويبقى ضمن الحدود. منظف الأرضيات الآلي هو تكنولوجيا متطورة لأرضيات تلمع. إنه ينظف ويفعل كل شيء بمفرده، وهذا بحد ذاته مذهل.
وهناك المزيد، فهو قادر أيضا على تحاشي الاصطدام بالأغراض. رائع. وهو يستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو ضوء غير مرئي للابتعاد عن السلالم والتنقل على طول الجدران. هذا رائع حقا. منظف الأرضيات الآلي يستخدم ما لا يمكن رؤيته ليرى. هذا مدهش.